هلا قلبي، يلا هنا. ها بس اريح من الضايقين. ايه زي هذا، غير زي اللي انا لابساه، شو هاي؟ الماتيريال براند. شو هاي حتى الفيديو؟ بدي اسمع شو ما بعد حتى الفيديو؟ ليه افتحه؟ الصوت الحمد لله ما في، هذا دايما وين التيشيرت؟ ما شفته؟ يلا هسه استنى على الستوب.
ancora manovra di Greggs, giusto Maiden, ora di ferita il Manchester City H, ad ancora anche, siete ancora, manovra di ferita Manchester City, Greggs, e ancora ha tenuto Rodri, Walker, e si riade di Nabetu, e altro di fer. الدفاع يتصدى وكرة ترجمة أخرى رياض محرز يا رياض هدف الموسم من مانشستر سيتي على عتبة 100 هدف مغير هالاند صور البلد والحكاية يمشي الكرة عن طريق تشو كاسيو الدفاع استعيد الكلمة 2-2 في الدوري ذهابا 2-2 في الدوري في العودة اليوم عودة التنافس من خلال كأس الدرع بعد ان كان في الافريكا في ويمبلي 3-2 ليفربول ارجع الكره عند كيفن دي بروني حط الكره جريتش كانسيلو 16 دقيقه لعب في الشوط الاول ريتم لفرق ليفربول في البدايات ونفس طريقه البدايات للريتس اللي خسروا في فينال الشامبيونز في باريس امام الريال بثقافة الأبطال الكرة تمشي على اليمين ووكر بدأ السيتي يدخل في اللعبة بدأ يدخل في الجو النهائي ومسرح الكيك باور شاهد على قوة الأزرق السماوي القادم من مانشستر ورا السيتي رجع كرة دياش سيبا بيد الآن مانشستر سيتي ياخذ كرة ويستحوذ ورا طويل على تشواو كانسيلو في الأول تاريخ المواجهات تاريخ الرسميات يتكلم عن تفوق تاريخي لليفربول الليفر في اول مواجهه على ملعب الكينج باور ضد السيتي كره تاريخيه 89 فوز لنادي ليفربول مقابل ولقاء 48 انتصار في التاريخ لنادي مانشستر سيتي اول مواجهه كانت لحساب دوري الدرجه الثانيه في 1896 الكورة بالأبيض والأسود في تعادل هدف في كل شبكة في كل البطولات التفوق ليفربول نكلمكم بدوري الدرجة الثانية انتصار مقابل لا شيء ليفربول في الدرجة الأولى 59 فوز ليفربول مقابل 34 للسيتي في البريمير ليج في نسخة الألوان والفوركي 20 ربح ليفربول 11 للسيتيزنز في الافريكا 4-2 الفوز لليفربول